تفضلي دكتور عمونة. محاضرتها القيمة عن approach to diagnosis and management of short seizures. بسم الله الرحمن الرحيم. I am really grateful to be here. Grateful to Professor Gamal, to Professor Barbari, to be a part, a small part of this great conference. I hope I can do a good participation and I hope you like the subject. My subject is for general pediatrician. If you are confronted with a short baby or a short child, what are you going to do? My agenda is physiology of growth, growth monitoring, diagnosis of short stature, benefits of growth hormone treatment, pitfalls. وانا الحقيقه هركز على البيتفولز لان دي اللي انا بشوفها الجي بي بيعملوها فنفسي يتفادوها. والكونكلوجن طبعا هقوله في الاخر. معروف ان الاطفال كلنا عارفين بيبقى في رابيد بيريد اوف جروس موجوده في اول سنه، بعدين يبتدي جروس تبقى سلو داون ديورنج البيبرتي في البيبرتال سبيرت، الاول البنات قبل الولاد، على 19 سنة بيكون الإبيفيزز قفلت مش هيطول أكتر من كده. يعني لما يجي لي واحد عنده 20 سنة يقول لي طوليني، أقول له خلاص في ولادك بقى. الفاكتورز أفكتنج جروس. وي أول نو ذير آر سام انترنسيك أند سام اكسترنسيك فاكتور. جينيتيك، سكس، إيثينيك جروب، فاميلي ستيتشر، جروث هرمون، أي جي إف 1، إنسولين، ثايرويد، أند جونادال ستيرويد. Extrinsic factors are exercise, nutrition, season, and socially economic factor. Sorry. Okay. برضو عارفين الهايبوثالاموس بتدي الجروث هرمون ريليزنج هرمون، البيتيوتري يطلع الجروث هرمون، يروح للليفر يدينا البايندنج يتحول اي جي اف 1، هيروح بقى في كل حته، يروح للمسل يزود المسل باور، يروح للاديبوس تيشو يقلل الاديبوزيتي ويعمل جود كونفيجوريشن او جود شيب، وبعدين اللينير جروث والبون بيساعد عليهم. جروث مونيتورنج ده بقى خطوه اساسيه في اي دكتور اطفال، يعني اي دكتور كلنا عارفين اما يجي له الطفل بيشوف وزنه وطوله ويحطه، مفروض يحطه على الكيرف. طبعا لان كل ما نشخص الشورت ستيتشر بدري كل ما العلاج يبقى اسرع واحسن. يعني لو واحد جالي عنده سنتين او ثلاث سنين غير واحد يجي لي عنده 10 سنين، 10 سنين مش هطوله قوي، لكن سنتين ثلاثه هطوله كويس قوي. عندنا الايجيبشن جروث شارتس، ودي الاستاذه الدكتوره الراحله عزيز غالي هي اللي كانت عملتهم واحنا كلنا ماشيين عليهم. في عندنا فور بويز الوزن والطول، وفور جيرلز. دايما لو واحد احنا عندنا في 50 برسنتايل 25 ثيرد برسنتايل، لو واحد تحت الثيرد برسنتايل بالنسبه لعمره يبقى ده شورت، فبنحط على طول طول الطفل على الكيرف بنعرف. وبقول البنات غير الولاد. احنا بنقيس ازاي؟ ما ينفعش نقيس على الحيطه كده. في حاجه اسمها الساديوميتر، والساديوميتر مش اي واحد يقدر يقيس عليه. نوقف الولد مظبوط، رجليه لازقه في الحيطه، والكالف ماسلز والهيبس وراسه في حاجه اسمها الفرانكفورتر بلين. ايه بقى الفرانكفورتر بلين ده؟ ان لازم يبقى ستريت، والاوربت اللور بارت اوف ذا اوربت عند الابر بارت اوف ذا اير. طيب دايما الاهل يقول لي تفتكر الواد ده هيبقى طوله كام؟ عندنا معادله ظريفه جدا، طول الاب على طول الام زائد طول الام على 2 ناقص 6.5 للبنات وزائد 6.5 للولاد، فده التارجت هايت. اما احط الولد على الكيرف
اشوفه كده على الكيرف لو كان عند الثيرد بريستال هيوصل للتارجت هايت اقول له اه او لا. في عندنا تاني حاجه اسمها هايت فيلوسيتي شارت، ده بنشوف الام ساعات تيجي تقول لي الولد كان مش حلو قوي لكن ابتدى من 8 سنين بنطلوناته ما بغيرهاش بقالي سنتين، يبقى جروس فيلوسيتي بتاعته اتاثرت. بعرفها ازاي؟ برضه ما احط على الكيرف. الاس بي ده اليوروبيان سوسايتي اوف ذا بيدياتريك اندوكرينولوجي عاملين تقسيمه لطيفه للشورت ستيتشر كود بي برايمري اور سكندري. البرايمري سيندرومز زي الترنال والبرادر فيلي، السكندري تو جروس هرمون ديفيشنسي او ديس اوردر في اي اورجان، وبرده لو اي جي اف 1 ديفيشنسي والميتابوليك ديس اوردر والسايكاتريك زي الماتيرنال ديبريفيشن والاياتروجينيك زي جلوكوكورتيكويد ثيرابي. ولو واحد كان عنده مثلا برين تيومر فنلاقي ساعه البرين تيومر ما يطلع الجروس بتاعه ما بيزيدش. في طبعا حاجه محيره لينا كلنا الايديوباثيك شورتج، الواد طويل امه طويله وابوه طويل وهو قصير وما عندوش اي ابارنت سيندروم، ده مشكله في حد ذاتها. في الفاميليال طبعا، يعني مش ممكن واحد طوله 150 ومراته 150 يقول لي خلي الواد يبقى 170، نيفر. طبعا لازم اول ما يدخل علينا الولد العياده نحاول نستبعد اي سكندري كوزز، يعني واحد عنده ريكتس، كريتين، مال ابزوربشن، اكوندروبليزيا، والاكوندروبليزيا بتتعرف مش بس بالهايت، سيتنج هايت، لان في عدم تناسق بين الترانك والليمس. الجروس هرمون ديفيشنسي عائلات بقى كامله عندهم، يعني شوف الدكتور بتاعهم قد ايه وهم قد ايه. ده اللارون اللي هو اي جي اف 1 ديفيشنسي، وللاسف اللي وصف هو واحد يهودي، وعائلات في اسرائيل عمل 137 عيله واتسمى على اسمه، وده ما بيتعالجش بالجي اف 1 which is really expensive، يعني about 10,000 pounds per month. How to assess a severe short stature لو 3 standard deviation تحت النورمال، لكن لو 1.5 standard deviation من النورمال أو تحت الثيرد برسنتايل يبقى ده قصير، أو لو الهايت فيلوزيتي خلال سنة ما تطورتش خالص، أو الولد كان يونيت ولقينا عنده هايبوغلايسيميا، هايبربيلوبينيميا، كونفالجن، سمول بينس، ودي فيري كاركترستيك، فده بنفكر في ان ده عنده جروس. طبعا وي هاف تو اكسكلود اول كوزز، يعني لازم نعمل سي بي سي وستول اناليسيز ونعمل تيشو ترانسجلوتامينيز، ولازم نتاكد ما فيش حاجه في الليفر ولا الهارت بيفور ثينكينج اباوت هرمونال ديفيشنسي. How to diagnose بقى؟ طبعا good examination، good history، then good examination، نشوف الطول، في biochemical assessment، في radiological assessment، والجينيتك ورك اب. دي طبعا احنا قلناها لو في النيونيت. الاكس راي ليفت هاند از فيري ايزي، وعندنا كتاب اسمه جيرلش ده بيقول لنا بالظبط عمر العظم كام. لو عمر العظم متاخر اكتر من سنه عن عمر الطفل، يعني ممكن الولد يبقى عنده 10 سنين عمر العظم 7، ده بحتاج نعمل تحليلات، لكن عمر العظم لوحده ما يدلش، لان مع المال ابزورشن مع الهايبوثايروديزم ممكن تلاقي عمر العظم متاخر. البايوكيميكال لازم اعمل الاول ثايرويد فانكشن عشان العيال اللي عندهم هايبوثايروديزم، والايام دي ما عدناش بنشوف هايبوثايروديزم كونجينيتال، لا بنشوف الهايبوثايروديزم الاوتو اميون اللي هاشيموتو اللي بنشوفها من 7 لـ 8 سنين. لازم نعمل جروس هرمون بيزل اند افتر ستيميوليشن، يا اما كلونيدين يا اما انسولين يا اما ارجينين يا اما ال دوبا. احنا في كل المعامل في القاهره بنشتغل بالكلونيدين والانسولين، ولازم تو تيست يتعملوا، بيدوا القرص وبياخدوا 5 عينات دم، ونفهم الام كده من اولها عشان ما ايه
تقولش لا او ابني مش ابني. طبعا الدياجنوزس واحد عمر العظم شكله قصير على الكيرف قصير بقى له مده ما بيطولش عمر العظم قليل جروس هرمون افتر ستيميوليشن قليل والقليل يعني قد ايه اقل من 0.7 يعني اقل من 7 ملي جرام خلاص ده هبتدي وابتدي النهارده الحمد لله في التامين الصحي جروس هرمون بيتوزع وبيتوزع ببلاش لانه very expensive طبعا بنديه تحت الجلد نقول للام هتاخديه في نوعين هقول لكم الانواع الموجوده لكن لازم يتاخد تحت الجلد ولازم بالليل ولازم ينام كويس طب ليه يعني ينام كويس وينام بدري بنقلد السيركاديان ريزم بتاع الجروس هرمون الجروس هرمون بيطلع دايما على واحده بالليل 5 الصبح فنقول للطفل لو جروس هرمون طلع لك صاحي مش هيطول ونفس الكلام بالظبط في الجروس هرمون انجكشن نقول الام لازم ينام بدري عشان نقلد السيركاديان ريزم الدوز قد ايه من 25 ل 50 مايكروغرام بير كيلو بير دي طبعا في سام كونديشن زي التيرنر بندي دوزز اعلى الجروس هرمون ديفيشنسي ده ديفينتلي ان امبورتنت انديكيشن فور جروس هرمون لكن في اذر كوزز في حاجات مكتوب عليها ايه اللي هي يوروب وفي حاجات مش مكتوب عليها حاجه الامريكان كل الحاجات دي اللي مكتوب ايه ده يوروب يعني الكيدني ديزيز التورنر سيندروم البرادر فيلي سمول فور جستيشن الايج وشوكس ديليشن كل دول يوروب وامريكا بتوافق عليها لكن الامريكان زودوا حاجات زي الايدز ويستنج زي الايديوباثيك شورت ستيتشر زي السمول باول سيندروم والنونان سيندروم هاو تو مونيتور انا ما بديش جروس هرمون كده واقول للواد يلا روح بقى انت خدت العلاج لا بشوفه بعد 3 شهور وكل من 3 ل 6 شهور وده لوحده مش كفايه بشوف طول قد ايه وبعمل اي جي اف 1 من 6 شهور لسنه عشان اتاكد الليفل في دمه معليش او نقص وطبعا لازم نعرف قد ايه زاد للاسف في مصر المعامل بتقيس الاي جي اف 1 ابسولوت فاليو في معمل واحد بيعمل فور ايج لكن هو الصح نعمل ستاندرد ديفيشن للاي جي اف 1 طبعا الليبيد بروفايل وساعات الهيموجلوبين اي 1 سي بتعمل كل سنه مره الريسبونس بيحصل ازاي ان احنا لو شخصنا بدري ولازم نطول الولد قبل ما يدخل في البيبرتي لانه لو العظم قفل خلص يعني لو البون ايج في الاولاد فوق 15 وفي البنات فوق 14 نو يوز اوف جيفينج جروث هرمون عمر العظم مش عمر حقيقي يعني ممكن تبقى البنت عندها 16 سنه وعمر العظم بتاع 13 قد ايه لكن عمر العظم هو اللي بيحدد لي طبعا في المالتيبل بيتيوتري هرمون ديفيشنسي واحد كان عنده تيومر مش بندي بس جروس هرمون بندي جروس هرمون وثايرويد وكورتيزون وكل اللي سمول فور جستيشنال ايز يمكن يخص الشغل بتوع النيوناتولوجي شويه احنا بنستنى من 2 ل 4 قبل ما نقرر العلاج ليه كل 10 اطفال سمول فور جستيشنال ايج واحد ما بيطولش بيفضل قصير 9 ممكن فبنستنى اول 2 ل 4 لو عمل كاتش اب جروس اسيبه في حاله لو ما عملش بيستفيد جدا من الجروس هرمون التيرنر طبعا ده من الحاجات المهمه جدا وانا مره كنت في مؤتمر فبيقولوا لي انت بتبتدي علاج التيرنر امتى انا كنت مكسوفه قوي وانا بقول لهم 8 سنين قالوا ده العادي الناس ما بتفكرش في الترنر بدري لان مش كل العيال تيبيكال فيسز او تيبيكال ابييرنس فعشان كده في الانفستيجيشن اللي احنا بنعملها زي الطول وعمر العظم والجروس هرمون اي هاف تو دو كاريوتايب فور اول شورت جيرلز اذروايز اي ويل ميس ا كيس اوف ترنر
كل ما كان العلاج بدري الترنر بيطولوا وبيعوضوا، يعني ممكن هي عمرها ما تزيد عن 150 ممكن توصل ل 160، بس الدوز بتاعت الجروس هرمون اعلى شويه في الترنر. البتاع ده ما حدش شايفه طبعا ولا انا، بس كل حته في جسم العيل اللي عنده البنت اللي عندها ترنر بتتاثر بالترنر. إديمة اوف هاند اند فيت، هير لاين بيبقى له، وبوشي اي براوز، سكوينت، ويبينج اوف ذا نيك، شيلد بريست، دي كلها حاجات بنشوفها. طبعا نبتدي من 10 سنين في العيال الترنر نبتدي لهم سمول دوزز اوف استروجين عشان نعمل كمان البيريود. النونن اللي بيسموه ميل ترنر ده ما عندوش بقى اورطه، عنده بالمونري بس، عنده شويه سايكولوجيكال ديستربنس وسبيتش ديفكت ومود سوينج، وده برضه بياخد. البرادر فيلي بيبقى صغير قوي قوي ساعه ما يتولد، على سن سنتين ثلاثه اتفاجع على الاكل تلاقيه تخين وبقى كبير قوي. المينتاليتي بوردر لاين برضه، العيال دول بيستفيدوا جدا من الجروس هرمون، بيحسن البتاع وبيحسن الابيرنس وبيحسن المسل باور. كرونيك رينال ديزيز لازم نظبط الميتابوليزم الاول قبل ما نفكر ندي جروس هرمون. طيب الشوكس ده ديفورميتي في البون وليها جينيتك، للاسف احنا مش بنعرف نشخصها قوي عشان ما عندناش الجينيتك فاسيليتي ان احنا نشخصها، بس بنشك فيها لو كان في بوني ديفكت. في بقى العيال الايديوباثيك شورت ستيتشر ما عندوش حاجه، جروس هرمون لما حللناه كويس والواد ابوه وامه كويسين ومش لاقيين له سبب، لا سندروميك ولا شكله غريب ولا حاجه، دول بيستفيدوا من جروس هرمون لان انا بعالج سيمتوم مش ساين. واحد روف قصير بعالجه وبيستفيد وبيطول، فده برضو ان احنا بنستفيد من علاجه. يعني ان في جروس فيلير وانتريتد بيشنت داز نوت اتشيف ذير ادلت هايت، وجروس هرمون تريتمنت احنا بنعالج السيمتوم مش الديزيز. بنستفيد من جروس هرمون في الطول بس؟ لا طبعا، الطول واضح ان احنا بيطول، لا هو بيأثر على كل حاجه في الجسم، بيصلح بيحسن اللين بودي ماس، بيقلل الفات ماس، بيزود الماسل سترينث، الكارديو فاسكولار افكت، بيقلل الليبيد بروفايل، بيحسن الاثيروجينيك ريسك، بيقلل البلاد بريشر. الام دايما تيجي تقول لي الولد ده اما بيضرب اخواته دلوقتي يا دكتوره بيهريهم ضرب، ايده جامده، which is really true. طيب ده السؤال اللي بتساله، اما انا ادي جروس هرمون ولا انا قريت عن الانترنت بيجيب امراض، امراض ايه؟ يقولوا بيجيب كانسر. لا الحقيقه هو في sometimes and very rare، يعني انا بشتغل بقالي مده قليل قوي، ممكن يحصل شويه جاينيكوماستيا، ممكن يحصل شويه ارثرايتس، هيدك، تيومر لا، لكن لو حصل بقى سليبت ايبيفيسز دي بقى لازم نوقف، لو حصل كيفوزس لازم نوقف، وده الحقيقه ما شفتهمش خالص. الريكومندد دوزز هي زي ما قلت من 25 ل 50، لكن في الترنر بتوصل لغايه 67 مايكرو جرام بير كيلو بير داي طبعا، والسمول جستيشنال ايج من 50 ل 70، البرادر فيلي لغايه 50. ايه بقى انواع الجروس هرمون اللي موجودين في السوق المصري؟ عندنا النورديتروبين، عندنا الاومنيتروب، عندنا السيدكو. النورديتروبين والاومنيتروب دول اقلام، السوماتروبين سرنجه، فالعيل يسمع حقنه يعيط. بيبقى انا لما اتكلم لشركه ساندوس فالحقيقه الالم بتاعها احب انوه ان هو فعلا الم كويس. ليه؟ الفوبيا بتاعت السن مش موجوده عند العيال لان السن مش بيبان حرفه بس، فدي طبعا ميزه. انه يتحط بره مش لازم ثلاجه، الحاجات الازايز لازم تتحط في ثلاجه.
ان انا الجرعه بتتظبط والويستج قليل جدا لان انت بتدي بتلف يا دوبك بنظبط يعني نظبط الحته دي وبيمشي كويس قوي والباتون سلايدنج سهل قوي في الاستعمال فالاطفال مرتاحين فيه. في حاجه اسمها باترو ستادي دي اتعملت على مالتي سنتر واتعملت على قعدت 4 سنين وتأكدوا من على عدد ضخم جدا من الأطفال لقوا فيه improvement in gross وparameters across all indication irrespective of gender or pre-treatment status مع الأومنيتروب ونفس الكلام across all indication height is improved وأومنيتروب it is appears to be well tolerated and effective in majority of patients without evidence of an increased risk of developing unexpected side effects, diabetes or malignancy. فالحقيقة هو وكمان تمنه أرخص من الألم التانية فده recommended to be used. البيتفولز بقى اللي أنا عاوز أركز عليها. بالتالي في وقت لسه. Pitfalls in diagnosis, pitfalls in treatment, pitfalls in follow-up. Diagnosis. بيجي لي بقى روشيتات كتير جدا. الدكتور يعمل بيزل جروس هرمون يطلع قليل يقول لك ده عنده جروس هرمون ديفيس. طب ما انا لو عملت بيزل هيطلع قليل. عادي يعني. فالبروفوكيشن تيست لازم نعمل 2 بروفوكيشن تيست. الراديولوجيكال تيست اسينشال وكاريوتايب ان اني في شورت فيميل از اوبليجاتوري. الجروس هرمون ثيرابي لازم نبتدي بدري لازم كل يوم ما فيش حاجة اسمها يوم بعد يوم لازم الكومبلاينس يعني تقول لك لو النبي أصل احنا كنا بنزور حد أصحابنا نسيت تديله ده احنا كنا في رحلة ونسيت ما ينفعش لو بطل مش هيطول وطبعا الدوز بتتغير حسب نوع المرض يعني الترنر ما بياخدش زي جروس هرمون ديفيشنسي وطبعا والسمول فور جيستيشن ايج برضه بياخد البيتفولز ايه؟ الديلي انجكشن نوت افري اذر داي نو داي اوف كونتينوس تريتمنت. از جروس هرمون دينجرس فاللي بيعمله اللوكال ديسكومفورت لازم نشوف الثيرويد فانكشن كل 6 شهور واحنا بندي جروس هرمون لان ساعات بتتاثر هيديك جاينيكوماسيا ارتشلايديا هو بس الحاجتين اللي تحت دول لو كانوا موجودين بنوقف. ذير از نو ريسك اوف دايابيتس نو ريسك اوف تيومر. في الفولو اب لازم نشوف الهايت والويت والدوز ادجستمنت طبعا اما الولد يبقى قرب البيبرتي وما طولش قوي مش هديله بس 25 ل 50 انا ممكن اديله لغايه 100 مايكرو جرام بير كيلو بير داي ولا يهمني المهم انه يطول قبل البلوغ. في بقى ميس يوز اوف جروس هرمون وكلنا بنلاقيها في امريكا بيستعملوه انتي ايج يقول لك بيصلح الشعر الضوافر الجسم البشرة والنو كلينيكال بيزيس لكن أكتر بيست سيلر هو ده لكل الأمريكان. الجروس هرمون والبرفورمانس كل الرياضيين بقى يقول لك هيعمل ماسل بالك. أيوه بيعمل ماسل بالك بس نوت باورفول ماسل في الكبار وبعدين ليه سايد افكتس كتيرة ممكن تحصل. كونكلوجن تشايلد جروس reflects his or her general health for early identification, well-defined referral are needed, early detection and diagnosis help to optimize final adult ties and minimize the impact of any underlying health condition. However, diagnosis and therapy are often delayed. ساعات الأم تقول ما فيش حاجة تبوست من غير ما ناخد جروس هرمون. ايوه it helps الفيتامين دي ونقلل السكر انتيك ونعمل رياضه وناكل جود بالانسد دايت لكن it is not the whole solution. When to stop كان زمان اول ما الواحد يبلغ نبطل لكن لو في واحد شايل البيتيوتري عشان في تيومر لا بنكمل بس in a very small dose. And thank you very much for listening. I am ready for any questions, please.
شكرا للدكتورة. وفي مجال الأسئلة إذا أنا بس حبيت أرحب أيضا إني سعيد بوجود الدكتور ثروت معايا أستاذنا القدير والأستاذ الدكتور سهير والأستاذ الدكتور أيضا هاني. والأسئلة أنا أخلي الدكتور يبدأ الأسئلة. تفضل دكتور حامد. أفندم ما جاوبتيش على السؤال بتاع وين تستوب جروس هرمون. يعني لازم أعمل إكس راي بون ولا وانس في بيبيسنس وصل لسن 18 سنة؟ لا حضرتك في عيال بيبقوا في البيبرتي بس ما كملوش والبون ايجي لسه صغير يعني ما تمش 15 في الولاد بكمل وهو بيبرتل وبيطول لازم اديله فرصته ما احرموش. طبعا بشكر حضرتك دكتورة منى يعني دايما نتعلم من حضرتك الحقيقة. ريسنتلي في بعض الريسيرشز ابتدت تشتغل في الايجيواسك شورت ستاتشر بالذات على الارجينين ثيرابي. هل ده ممكن هيجي في وقت هل ممكن يحل محل الجروث هرمون ثيرابي ولا هيبقى جاست ادجوفنت لي؟ اعتقد ادجوفنت ده يمكن يكون لوحده لان الجروث هرمون بيشتغل زي الجروث هرمون اللي بيطول البون وكده واحنا عاوزين ده. تمام يعني لكن ده يعني مش هيبقى محله اكيد. ايوه يا ادهم تيجي لها منستروايشن بتستوب ذا تشانس انها تو جيت تولر ده كلام practically صح؟ طبعا هو طبعا ساعات في انا اقصى حاجه ايه ان انا الاقي الطفل يطول سنتي لثلاث اربع سنتي في الشهر وهو بياخد جروث هرمون. ساعات في اطفال قرب البلوغ بقى او البلوغ دخل الاقي البنت زادت 2 سنتي ببقى اونست اقول للام هي طولت سنتي مننا وسنتي من البلوغ. طبعا في جروث سبيرت بس ما بتبقاش ملحوظه قوي في العيال اللي عندهم جروث هرمون ديفيشنس. في جيرلز دلوقتي بيجي لهم منستريشن ات 10 اند 11. لا شوف بقى في ساعات اطفال بيجي لهم البريكوسس بيبرتي 8 سنين دول بقى بنعمل لهم ايه؟ بنديهم الاتش ار اتش انالوج نوقف البيريود وبدي جروس هرمون وده انديكيشن وده انا عندي كتير قوي كده لان في بنات اما تبقى بلغت وهي 8 سنين تبقى طولها 135 سنتي ده هيحصل لها تنمر فدي انا بديها حاجه توقف البلوغ ودي الجروث هرمون.